المصريين وصلوا لهذا اللقب ان الكابتن حسام سبقنا، واعتقد ان احنا كان حق مشروع للجميع، هو تعب واشتغل واجتهد على نفسه ان هو يوصل للقب ده وانا من بعديه، وان يكون في 2 مصريين وصلوا لهذا اللقب فانا اعتقد ده شيء فخر لمصر، علشان الناس دايما حاطه بقى ان في الموضوع ده اصل بنضايق بعض او مش عارف، خالص خالص، وانا بالعكس انا كابتن حسام عميد وراجل قيمه كبيره وكلنا بنحبه، وانا وصلت للقب ده بتعب ومجهود، فالموضوع ما فيش فيه اي مشكله خالص عشان نقفل الموضوع ده، ولا عندي اي ازمه ولا عندي اي مشكله. كابتن حسام ليه كامل التقدير والاحترام، والحضري على فكره، ممكن اعلق على الحته دي؟ والحضري على فكره طول عمره والله من اول ما وصلت اللقب ده وهو بيقول لي الموضوع بس ده ليست مكيده وليست مضايقه ولا اي حاجه، لان هو طول عمره بينادي لي باللقب ده. انا بندهك طول عمري يا عماد، حتى في الملعب صحيح لو هي راحه للموضوع الناس دي، لا ما فيش حاجه من دي خالص. وكويس انت اتكلمت في الموضوع ده. صحيح صحيح، انا واحنا قاعدين مع بعض في الكافيه واحنا قاعدين بنلعب حتى كوره انا او احنا انا بقول بنتمرن، لك طول عمرك انا والله بقولكش الا بقولك كده عميد صحيح، حتى في الملعب بس. لما وصلت يعني بعد لو ما جيت قلت وصلت احمد حسن، لو جيت قلت احمد حسن هحس ان هي تقيله، لان هي اصلا خلاص في لساني طيب بس. اما مفيش اي تقريرا زي ما قلت لك، احنا يعني هي لو هي الحته دي بتزعل حد، يا عم احنا اتنين عندنا اتنين عميد خلاص مفيش مشاكل. طيب انا احنا كنا مع بعض واحنا صغيرين في اوضه واحده لحد ما سبتك بعد كده، قول الو بقى وشوف انا سبتك مع مين. الو، اولا انت ما تقدرش تقول احمد حسن كده من غير اي حاجه. ما حمس اي اولا حاجه يا عم. الصوت يا عم على الصوت. طيب احييك يا انا بقول خبر لك اولا ما تقدرش تقول احمد حسن كده من غير اي القاب. لا انا قلت لا شوقي، احنا اسمع بس كنا بنتكلم. الكلام، اسمع بس الكلام، انت خلي ما بالك تقدرش. انت استلمتني، استلمت الغرفه، ثانية واحدة استلمت بس، الغرفه. رد على اللي هو بيقوله قال ايه؟ دلوقتي، هو قال ايه؟ أنت بتسمعه؟ لا بيقول لك أولاً أنت ما تقدرش تقول أحمد حسن كده من غير أي دي حاجة، ده حقيقة، مبدئياً. دي حقيقة شونج والله. شكراً يا كابتن حاضر، شكراً على الإيضاح. شوقي شوقي طبعاً أنت ليك مواقف كتير مع الحضري وعشت معاه فترات طويلة، ومن أهم المواقف دي لازم تحكيها لي بجد والله العظيم. هو الحضري هو زمان زمان الحضري، صراحة هو الحضري ليه؟ حبيبي يعني. الحضري ليه يا شوقي؟ دايما كان يقوم يصلي ويعمل حاجات كده انت مش فاهم منه اي حاجه ويدعي لنفسه بس، كنت بتقول له ايه؟ انت هو بتطلع الحضري اول اثار حاجه كان الغرفه. زمان كان لازم اترجم له العربي، يعني الكلام العربي لازم اترجمه له انت ده بتطلع مبدئيا. اثار الغرفه. طيب طب انت خلاص مصطفى علمنا عشان الحضري يسمع في الاستوديو لو سمحت. مصطفى تسمع كويس؟ سمعت اه. طيب دلوقتي قول لي الموضوع ده كان بيعمل ايه بس عشان ابقى فاهم. هو حضري بس شوقي اولا عايز اقول يعني، هو طبعا كلامي هيكون فيه مجروح حضري من يعني، وكل الكلام ده اتقال صحيح قبل كده مره واثنين وثلاثه واربعه، ولكن حضري ظاهره بصراحه يعني كلنا يعني. هو عاطل ناس كتير جدا وقليل كتير، ولكن هو بصراحه الحضري يعني ظاهره فعلا مش هتتكرر كتير صحيح بصراحه يعني، صحيح من حماته واخلاصه لنفسه. ركز معايا كابتن احمد في الكلام. لكن الحضري بصراحه يعني كان حاله نادره جدا في الكوره لما كان لاعب معانا يعني، واحنا بنستشهد بيه في اوقات كتير جدا اللي كان بيعمله بصراحه يعني. صحيح واظن ربنا اداله طبعا من تاريخ واسم اللي كان بيعمله يعني، ويا ريت يعني في ناس كتير تعمل زي الحضري. هو والله بجد والله، ومش حاجه يعني دي حاجه حقه فعلا، هي فعلا زي تستحق الدراسه يعني، المصابره وان هو طول الوقت بيتحدى نفسه حتى لحد دلوقتي يعني، فدي حاجه فعلا تستحق. بس هو الحضري كان عنده مشكله واحده بس، هو مش بيتحدى الاجوان بس يعني، مش بيتحدى الحراس اللي زيه، هو ايوه بيتحدى الفرقه كلها عادي جدا يعني، ما عندوش مشكله في كده. طيب ما قلتليش كان بيدعي، كان بيقول ايه؟ كان بيدعي لمين؟ هو الحضري كان بيدعي لنفسه يعني. في مره قلت له حضري، وهو الجماعه حلوه برضو يعني، ربنا يكرمنا عارف يكرمهم يعني، عارف انت الجماعه دي حلوه. ايوه فقام رد عليا رد بصراحه عجبني جدا، قال لك قال لي ايه؟ طب ما صلي انت وقول الكلام ده. صلي انت وادعي لنفسك. اه صلي وادعي لنفسك عادي جدا. لا عجبتني، بص الرد سهل وبسيط. لا ما تصلي انت حبيبي وتقول الكلام ده. يعني هو حتى مش عايز يدعي لحد، هو بيدعي لنفسه مش عايز بس. يدعي لحد، هو ربنا يكرمني يكرمني يكرمني، يوفقني يوفقني. فانا قلت له حضرتك طب ما فيش الواو الجماعه دي، ما فيش الميم احنا، والواو والكلام ده كلنا، ما فيش كلنا. ما فيش هي ايوه كده. قال طب ما تصلي انت وادعي لنفسك وادعي لهم اللي انت عايزه. قلت له حاضر حاضر حاضر. فمن يوم ما خلاص بقى الصلاه دي ما بكلموش فيه. ايوه تحب تقول ايه لشوقي كواحد بقى يعني رفيقك؟ لا شوقي استلمني بعد منك طبعا، صحيح وشوقي عشرة عمر، وصراحة
يعني لما كنت بقعد معاه احنا كنا بنشد بعض على طول يعني في التمرين في الغرفه بنقعد نتكلم للمصلحه نكسب عايزين صحيح. نكسب عايزين مصلحه النادي مصلحه منتخب مصر زي ما قلت لك عم كان فينا ميزه احنا عندنا الاخلاص والحب صحيح والتفاهم صحيح. حتى كان ممكن يحصل خلاف بس لما كنا نطلع من الملعب ما فيش اي حاجه حصلت خالص تحب يعني تقول لشوقي قبل ما نقفل معاه شوقي والله وحشني و وحشني انت لسه كنت معايا امبارح وحشني لان انا ما اقدرش في ناس كده ما اقدرش يعني طيب ماشي في ناس معينه كده ما اقدرش استغنى عنها لازم على طول اتصال بس هو ليه شدد عليك كده مش فاهم هو وحشني ان احنا هو شغل طول عمره كده هو عشان بيحبني كده يعني عشان بيحبني والله هتلاقيه شد عليا يا شونج وحشنا جدا طبعا وسعداء بيك وكان لازم تعمل مداخله لان الحضري طبعا يعني ده انتيمك بقى في في الاوضه وليكوا لينا حاجات كتير بس في حاجات هتتحكي وفي حاجات ما ينفعش تتحكي احنا بنحكي المسموح بس ما نطلعش كل حاجه ايوه بالظبط بالظبط يلا تيجي بالسلامه ان شاء الله باذن الله تيجي بالسلامه واحد من نجوم الكبار فعلا ومن نجوم اللعيبه المهمه جدا جدا مع منتخب مصر النجم محمد شوقي طيب خلينا نرجع بقى عشان احنا الحوار معاك طويل